أول خبر معانا النهاردة هو فوز الفريق الأول لكرة الطايرة رجال بنادي الأهلي على فريق الزمالك، المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات بطولة الدوري. المباراة اللي اتلعبت على صالة نادي الزمالك وقدم خلالها الأهلي عرض قوي وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3 أشواط دون مقابل. ماتش يعني الحمد لله، ألف مليون مبروك لأبطال الطايرة في النادي الأهلي.